يا أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، أبرز ما لدينا في حلقة اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، والبداية بأبرز ما جاء فيها. رياض زليل موهبة فريدة في الإلقاء. المكفوفون في لحج، إصرار على النجاح رغم المعاناة. افتتاح البازار النسوي الثالث بشبوة. الشيخ سعد الجدح، تاريخ حافل بالنضال و حياكم الله مجددا مشاهدينا. شخصيتنا في هذه الحلقة أحد الهامات الكبيرة بمديرية قشن ومحافظة المهرة. هذه الشخصية تقلدت عشرات من المناصب القيادية في شتى المجالات السياسية والمجتمعية، واحدة من الشخصيات المحافظة على توازنها ومكانتها المرموقة بين أوساط المجتمع، تتميز بالحكمة والخبرة الواسعة. مؤخرا جمع كل أعماله في مكتبة خاصة بمنزله. إنه الشيخ سعد بن سالم الجدحي الذي زارت عدسة أسبوع البلد منزله وعادت إلينا بهذا التقرير، نتابع سويا. تاريخ من النضال وخدمة المجتمع، وما هذه المستندات والصور إلا شاهدة على ذلك. الشيخ سعد سالم الجدحي من هامات مديرية قشن ومحافظة المهرة، قدم تاريخا من النضال والكفاح والخدمة طوال عمره. تقلد الشيخ سعد عشرات المناصب القيادية في شتى المجالات، منها السياسية والمجتمعية والتجارية وغيرها. كان أبرزها توليه منصب المدير العام لمديرية قشن خلال فترتين، استمرت الثانية إلى العام 2018، قبل أن يعين مؤخرا مستشارا لمحافظ المهرة للشؤون التنظيمية. كنت في الحزب وكنت أعمل في الكهرباء وكنت أعمل في الثقافة وكنت في الثقافة والإعلام وكنت أعمل في الثقافة والسياحة وكنت مامورا مدير عام لمديرية قشن عام 93 إلى 94 إلى 7 يوليو، ومن ثم تفرغت للعمل التجاري، ومن ثم عدت مرة أخرى مديرا عاما لمديرية قشن يعني وانتخبت عضو المجلس المحلي محافظة المهرة وعضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في الجلسة التأسيسية، وانتخبت رئيس اللجنة الأولى لجنة التخطيط والتنمية والمالية. ويعد الشيخ سعد الجدحي من الشخصيات القليلة المحافظة على توازنها ومكانتها بين الأوساط، لما تميز به من حنكة وخبرة وأدوار إيجابية في كل المناسبات حتى يومنا هذا. طوال تلك المدة من العمل السياسي والاجتماعي والإداري، عكف الجدحي على ترتيب وتخليد أعماله وذكرياته في أرشيف خاص مليء باللحظات التاريخية التي عاشها في حياته الوظيفية، وذلك في مكتبته الخاصة بمنزله في قشن. بديت أهتم بتجميع الأعمال كلها في 2019 2020 وفي 2021 2022 بديت أكون مكتبة، وبديت أتفاهم مع الأخوة المسؤولين في المحافظة وأنا متفرغ ما عندي أي عمل. لم يكتفي الشيخ سعد الجدحي بترتيب مكتبته الخاصة فقط، بل ضمنها وثائق لأحداث تاريخية ولحظات مجيدة من تاريخ اليمن والمهرة، ليضيف بهذا العمل خدمة للأجيال لا تقدر بثمن.
بالفعل هي خدمة لأجيال لا تقدر بثمن، أطال الله في عمره وأدامه ذخرا للمهرة وأهلها. مشاهدينا الكرام، عسل السدر المنتج من مراعي وادي حضرموت يمثل أجود أنواع العسل على مستوى اليمن والعالم بشكل عام نظرا لخصائصه المتميزة. في كل عام تزدحم أسواق العسل الشعبية بوادي حضرموت بالنحالين الذين يعرضون بضاعتهم من عسل السدر، لكن هناك بعض المشاكل، منها مشاكل التصدير التي أثرت سلبا على موسم هذا العام. نتابع وإياكم التفاصيل. رغم كونه أجود أنواع العسل اليمنية، إلا أن هؤلاء النحالين يشكون انخفاض أسعاره. هنا في أسواق العسل الشعبية بوادي حضرموت لا يخفي رواده من النحالين انزعاجهم وإحباطهم من انخفاض أسعار عسل السدر هذا العام بعد انتظارهم لموسمه طوال العام. شعبان محمد أبرز بائعي السوق أكد أن تدني أسعار عسل السدر هذا العام مقارنة بالعام الماضي أثر على حركة السوق بشكل كبير. يبدأ السدر أول ما يدخل نوابة شهر أكتوبر على العلب، وبعد 40 يوم فرزون في البطين، بعض المتقدمين هذا فرز يدخل، لكن بالنسبة لعسل البطين هذا عندنا أشهر عسل إلى نجم الثرية. السوق ما شاء الله أحسن عسل طلع هذه السنة بسبب الأمطار والهذه، ما شاء الله الأسعار ما شاء الله لا بأس، مش كم العام أقل. العام اللي يبتاع بألف ذي السنة شلوه بسبعمائة أو أقل يعني. موسم بيع عسل السدر هو الأكثر ربحا للنحالين منذ سنوات طويلة نظرا لتصديره إلى الخارج وبيعه بالعملة الصعبة، لكن العوائق التي استحدثت في المنافذ خاصة بمنفذ الوديعة أقرب المنافذ إلى حضرموت وجهت ضربة موجعة للنحالين الذين يمثلون شريحة واسعة من سكان وادي حضرموت. نطالب يعني السلطات المحلية والحكومة تطوير الأسواق، ويكون يعني هيئة المقاييس والجودة، والسطول هذه تكون يعني على مستوى دولي، تطوير يعني والأسواق يكون ضبط فيه، ضبط الأسواق، تصدير يعني ماشي تصدير لدول الخارج بشكل عام. دول الخليج ودول الخليج ما تكفي، لازم يكون عندنا تصدير هذا العسل رقم واحد على مستوى العالم كله، لازم يكون عندنا تصدير لأوروبا لأمريكا لدول شرق آسيا. يمتاز وادي حضرموت بجودة مراعيه، إذ تنتشر أشجار السدر في كثير من أوديته وتخلو من الشوائب التي تؤثر على جودة العسل، لكن خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت الكثير من المشكلات التي أثرت على سوق العسل في وادي حضرموت، وهو ما يتطلب تدخلا من الجهات المعنية لوضع الحلول والمعالجات اللازمة. لبرنامج أسبوع بلد، قناة المهرية، حضرموت. في ورشة بسيطة بأبين يعمل أحمد سالم في صناعة ألعاب الأطفال بهدف رسم السعادة في وجوههم. يقول أحمد أنه يجد سعادته في صناعة تلك الألعاب البسيطة رغم مردودها المادي الضعيف. المهندس أو مهندس البسطاء كما يحلو للبعض تسميته، نشاهده وإياكم في هذا التقرير. من مهندس للسيارات إلى صانع ألعاب الأطفال، هكذا يعمل المواطن أحمد سالم في أبين في صناعة ألعاب الأطفال بمواد بسيطة يرسم خلالها البسمة على محياهم. في ورشته البسيطة هذه يعمل أحمد بشكل يومي على صناعة نماذج مختلفة من ألعاب الأطفال توضع في الحارات والأماكن العامة بمواد يجمعها من بقايا السيارات وورش الحدادة وغيرها. ورغم مردودها المادي البسيط يقول إنه يجد متعة في صناعتها، وهو يرى الأطفال يلعبون بها في ظل ظروف الحرب والأزمات الاقتصادية التي حرمتهم من المتنفسات والحدائق وغيرها. أنا المهندس أحمد سالم عوض، اشتغل مهندس في تصليح سيارات ميكانيك ولحام، وذلك مع الأوضاع المدهورة الآن في بلادنا اتجهت إلى سعادة الأطفال وأصنع دراهين ألعاب الأطفال
ولذلك الحمد لله تم النجاح في هذا المشروع الذي ابتدعته، وأنا أعمل مع الوالد حفظه الله فترة، ولا زلت أعمل في هذا المهنة. تطورني أبي وشجعني على هذا المهنة، والحمد لله تم النجاح. وهذه المواد الذي أعمل فيها من المواسير، من البربرنجات، من صبار، من أمواد أعمل بأمواد الرنج والقلخ واللحام، والحمد لله أشياء بسيطة. في أقبال من المواطنين وذلك الأطفال يأتوا إلي كل يوم يلعبوا، وذلك الحمد لله أني مرتاح أنهم يكونوا سعيدين. يعمل أحمد كمهندس للسيارات، لكن ضعف الإقبال بسبب الأوضاع الصعبة دفعه إلى الاتجاه لأعمال أخرى بقية توفير لقمة العيش لأسرته، وإن كانت هذه الأعمال بالنسبة له شاقة. طبعا ما شاء الله أحمد السايق سوى الآن هذه الألعاب للأطفال وسعادهم، ما شاء الله فكرة حلوة، بس إنما المواد هذه الأيام غالي، ما قدر يطور هذا المجال. طبعا إذا توفرت له من مواد الحديد، من مواد هذه الأشياء، إن شاء الله بيطور أكثر وأكثر بإذن الله. ما شاء الله أنا أشوفه ما شاء الله أحمد السايق شخص مبدع في هذا العمل، وهذا العمل ما شاء الله ورثه من أبوه، علم أبوه اجتهد فيه لما طلع ما شاء الله أحمد السايق مبدع ما شاء الله. وتطال المعاناة العمال الذين اتجهوا للأعمال الحرة، حيث وجدوا أنفسهم في خضم أوضاع مزرية نتيجة قبولهم بأعمال غير معتادة في بيئة عمل شاقة تطالها العديد من الصعوبات التي تتعرض لها الأيادي العاملة. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد، أبين. كل التوفيق لأحمد. صناعة البسمة على وجوه الأطفال ليست بالعمل السهل. أيضا فيما يخص الأطفال، هناك 50 طفلا من ذوي الإعاقة السمعية تم خروجهم في رحلة ترفيهية متنوعة قضوها بين اللعب والمرح في مبادرة جميلة نظمتها عندي أمل للأعمال الإنسانية في العاصمة المؤقتة عدن، تهدف إلى رسم السعادة والبسمة في وجوه هؤلاء الأطفال. نتابع. يوم ترفيهي تملأه البهجة والفرح والمتعة قضاها فهمي بصحبة طلابه وفريق عمله من ذوي الإعاقة السمعية في مدرسة نشوان للصم والبكم في العاصمة المؤقتة عدن، حيث عبر بلغة الإشارة عن فرحته وسعادة الأطفال بهذه الأجواء التي تنوعت بين اللعب والمغامرة وأثارت أجواء حماسية تحفيزية استثنائية ملأت المكان. اليوم حضرنا لأول مرة رحلة للطلاب الصف في مدرسة نشوان، وجدا فرحانين وسعيدين، ونشكر مبادرة عندي أمل، وأنا مسؤول على الطلاب في الأنشطة، ونيابة عنهم أشكر كل القائمين على هذه الرحلة. شكرا شكرا، أسعدتوا نحنا وساعدتوا نحنا كثيرا. فاليوم هم يلعبوا سعادة، اليوم هكون سعادة لنا والجميع المجتمعات كامل، علشان نسعد للطلاب السم والبكم في هذا المجتمع. على مدى 10 ساعات سافر الأطفال للاستمتاع واللعب والفرح في رحلة ترفيهية نظمتها مبادرة عندي أمل للأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم لممارسة هواياتهم بالسباحة والقفز والركض بالإضافة إلى الرسم. فنريد أن نثبت بهذا العمل أن الإنسان المعاق قادر أنه يصنع أثر وبصمة في المجتمع، قادر أنه يضع بصمة رغم الإعاقة رغم الصعوبة. فالإعاقة هي تحدي للنفس، تحدي للصعوبات، هذه ابتلاء من رب، هذا ابتلاء من رب العباد واختبار. هذه الرحلات لن تتوقف هنا، وهذه البرامج الترفيهية قد تكون أنشطة رياضية، قد تكون برامج ثقافية، برامج متنوعة، لن تنحصر تحت إطار محدد. بالتالي مبادرة عندي أمل ستقيم عدة مشاريع مستقبلية، عندنا رؤيات وتطلعات قادمة بإذن الله في المجتمع وفي الساحات. الرحلة خلقت أجواء فرائحية مفعمة بالحركة والنشاط، بالإضافة إلى تأمين الاحتياجات والخدمات الغذائية المجانية وتخفيف الملل والإحباط الاقتصادي السيء والتكلفة المالية للمنتزهات.
قصة نجاح أخرى رغم العوائق الكثيرة التي واجهها صالح عبد الله من سكان قرية العميان في تبن بلحج، إلا أنه تميز وقهر الصعاب وبات واحدا من 4 شبان استطاعوا الحصول على درجات علمية عالية لينتقلوا إلى التدريس بعد سنين من المعاناة. تفاصيل هذه الحكاية الملهمة في سياق هذا التقرير. في قرية بئر الكدمة بضواحي مديرية تبن في محافظة لحج، لم تجبر الإعاقة البصرية الشاب صالح عبد الله على الاستسلام للواقع الذي يعيشه ضمن العشرات من المصابين بالعمى في قريته المعروفة بقرية العميان. أنا من أبناء قرية بئر الكدمة، ولدت كفيفا وأنا أحد أفراد العائلة، فمننا مجموعة حوالي 14 كفيف وكفيفة من الأسرة العائلة، وهذا مرض يرجح البعض أنه مرض وراثي، والحمد لله تجاوزنا هذا العاهة وحققنا أشياء لم يحققها كثير من المصريين. أسهم صالح في العام 2001 في تأسيس جمعية تأهيل ورعاية المكفوفين بلحج والتي كان أحد أعضائها، وفيها أكمل تعليمه الأساسي والثانوي لينتقل مع شقيق له إلى التعليم الجامعي ليثبت أحقيته بالمقعد الذي لم تكن قيادة الجامعة مقتنعة به، لكنها استسلمت أمام إصرار صالح وشقيقه. الحقيقة أنا بالنسبة للدراسة كانت حلم وتحقق بوجود جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين، والتي كنت أحد مؤسسي هذه الجمعية في عام 28/8/2001، والحمد لله الجمعية وفرت لنا التعليم وأكملنا الدراسة في الجمعية ودرسنا وأنا أكملت الدراسة، ثم انتقلت إلى الدراسة في ثانوية معاذ بن جبل في منطقة الحبية مديرية تبن لحج، وأكملت الدراسة بعدها في كلية التربية صبر جامعة عدن، وتخرجت عام 2016 من جدي. كان تخوف لأنه لأول مرة يدرس مكفوف داخل الجمعية، وليس أنا اللي درست في الجمعية في الجامعة، أنا وأخي زكي. عندما جئنا نسجل في الكلية كان العمادة رافضين للتخوف، ليس يريدون أن ندرس، لكن خوفا علينا أننا سنتعرض إلى بعض المعاكسات من قبل أو بعض المضايقات من بعض الزملاء، وكذلك هم ليس لديهم خلفية كبيرة في دراسة المكفوفين، ولكن نحن قلنا لهم، قالوا كيف لو فشلتوا؟ قلنا لهم لو فشلنا ليس أول من يفشل آخر من يفشل، الفشل هذا طبيعي، ولو فشلنا نحن نتحمل ما نوصل إليه. بعد 4 سنوات من تخرجه الجامعي حصل صالح في العام 2021 على عقد للتدريس في جمعية تأهيل المكفوفين بعد سنوات من التطوع، بالإضافة إلى عمله مسؤولا في الإعلام والتثقيف بالجمعية، لتبدأ معها رحلة تحقيق الأحلام التي يأمل صالح من خلالها أن يحصل على وظيفة دائمة وثابتة وفق قانون الخدمة المدنية ضمن حصص المعاقين، ليحظى بالاستقرار بعد سنوات من التحدي والكفاح ومواجهة الإعاقة. ملهم يا صالح، ونتمنى لك التوفيق. مشاهدينا الكرام، لدينا المزيد في أسبوع البلد، انتظرونا بعد هذا الفاصل. في المهرة قصص لم تروى من قبل وأرض ذات سحر وجمال، حضارة عريقة وإنسان يناضل ويكافح وواقع حافل بالأحداث والتطورات.
ينقلها كل أسبوع في برنامج من المهارة. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج أسبوع البلد، هذا البرنامج الذي يبدو أن أحدهم ينوي منافستنا في تقديمه. أحد المواهب التي برعت منذ الصغر في فن الإلقاء وصف بالمذيع الصغير، بل أطلق عليه البعض لقب خليفة الإعلام القدير يحيى علاو، وذلك لما يتمتع به من حضور لافت وقوي وقدرة عالية على الارتجال. أسهمت موهبته في جذب الكثير من المتابعين إلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعين له مستقبلاً مميزاً في ساحة الإعلام اليمني. رياض زليل، الموهبة الفريدة في الإلقاء، نتابعها في هذا التقرير. حياكم الله مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، والبداية بأبرز ما جاء فيها. منذ نعومة أظفاره تربى هذا الشبل الصغير على الثقة وارتجال الحديث وحب اللغة العربية والقراءة والاطلاع. رياض زليل أحد أبناء المحويت، يقيم هو وأسرته في صنعاء التي عشق فيها الإعلام، بدءا بالإذاعة المدرسية وتقديمها وقراءة الأشعار والنثر، إلى أن أصبح أصغر إعلامي في الساحة اليمنية. كانت بدايتي في المشوار الإعلامي من الصغر، يعني لمقاطع مسجلة وأنا في حفل نجاحك صف أول وأنا ألقي أبيات شعرية أمام الناس. كان هذاك أول ظهور لي أمام يعني حشد كذا كبير، ولا بدايتي دائما من الإذاعة المدرسية، هذه بداية تنمية لأي موهبة في هذا المجال. بدأت أنا موهبتي أكثر وأتدرب أكثر سواء هنا في البيت أو كذا، إلى أن جاء عام 2019 اللي كان بداية التحول في المسار هذا كامل. شاركت في مسابقة تلفزيونية ما في داعي لذكر الأسماء، حصلت فيها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مجال التقديم التلفزيوني عام 2019، كان عمري يمكن تقريبا 13-12 سنة، فحصلت فيها على المركز الثالث وأيضا على وسام فارس الإعلام المثالي. لم يكمل رياض 15 من عمره إلا أنه خاض العديد من التجارب في تقديم البرامج التلفزيونية والاحتفالات أمام الجماهير الغفيرة بحضور لافت وقوي، عندما قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شاركت في عدد من القنوات التلفزيونية بعدد من البرامج المختلفة متنوعة الأهداف والأفكار، إلى أن بعدها صرت الآن حر غير مرتبط بأحد، بحيث أنه في أي طلب لي أوافق بالطلب سواء كان تلفزيوني إذاعي أو غيرها. الكثير من الناس أعجبوا بموهبته الفريدة في الإلقاء، وبات له الآلاف من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي. دور الأسرة في حياتي وفي موهبتي كان لهم دور جدا كبير من ناحية تنمية اللغة العربية والتركيز الكبير عليها جدا، لأني من الأولويات اللغة العربية لازم أنها تكون عند أي مذيع ومقدم برامج وتكون متقنة، مش تكون أي لغة عربية، تكون متقنة جدا. وأيضا من ناحية القرآن الكريم، لأنه أكيد بيسوي اللغة العربية ويصحح اللسان العربي لأنه هو أساس اللغة العربية. أيضا كان لهم الدعم المعنوي الكبير جدا لي في مسيرتي من بداية الانطلاقة إلى الآن. أداء رياض وحضوره القوي أعاد إلى أذهان المشاهدين أسلوب الإعلامي الراحل يحيى علاو رحمه الله، ويأمل كثيرون أن يحظى هذا المبدع بالرعاية والتشجيع للحفاظ على موهبته وصقلها وتنميتها بما يعود بالنفع على الوطن بأسره. ما شاء الله تبارك الرحمن. من شاهد رياض وهو يتحدث نستمع إلى هامة إعلامية كبيرة، رغم صغر سنه إلا عنده الكثير من الحضور والكاريزما. أتمنى له مستقبل. أنا للأمانة عجزت عن تنميق العبارات والجمل حتى أتحدث عن رياض. كل التوفيق يا رياض.
ننتقل إلى موضوع آخر. من أجل تعزيز حضور المرأة الشبوانية في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا، أقامت جمعية الوصول الإنساني البازار الثالث للنساء المنتجات، والذي تخلله عرض أنواع من المنتجات المصنوعة يدويا. تفاصيل أوفى نشاهدها في هذا التقرير. بهدف بناء قدرات النساء في شبوة وتمكينهن اقتصاديا ضمن مشروع الحماية ودعم سبل العيش للنساء والفتيات، افتتحت جمعية الوصول الإنساني البازار الثالث لمنتجات المشاريع النسوية بمدينة عتق تحت إشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، بهدف إسناد المرأة ودعم منتجاتها المحلية بمشاركة عشرات المتدربات. أنا سعيد أنني أخذت الدورة سريعة في الأقسام الموجودة اليوم، ولاحظنا الكثير من المنتجات الشبوانية، منتجات شبوانية تضاهي منتجات أخرى في أماكن أخرى، وأصبح لدينا كثير من البنات يستطعن أن يقمن مشاريع في جوانب مختلفة، وهذا يعتمد حيث أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي مستقبلا، وتصبح الأسر تعيل أنفسها بواسطة أبنائها وبناتها. تنوعت منتجات البازار بين المطرزات والملبوسات الشبوانية والمعجنات بأنواعها، بالإضافة إلى فنون أخرى كالطبخ وصناعة البخور والعطور والحلويات بأشكالها المختلفة، إلى جانب ركن خاص بصيانة الجوالات تمت إضافته لأول مرة هذا العام. في تحسن في حياتي، كمان أشوف أنه في تحسن وفي رفعة، بثر ما كنت أروح لو أنا معي قطعة والله أخليها بعض الأحيان تخرب وأنا ما عندي فلوس ولا ما عندي قدرة أروح أخيطها ولا أعرف مخيطات، لأني الآن قمت بصناعتها بنفسي والحمد لله، أنه في حياة جديدة منتظرني ومستقبل جديد إن شاء الله مزدهر قادم إلي. المتدربات يمرن بثلاث مراحل، وهي تأهيلهم في دورة المهارات الحياتية والتسويقية أولا، ومن ثم التدريب المهني في المجالات المهنية المتعددة، وبعد ذلك يتم تسليم مشاريع التمكين الاقتصادي التي تشمل وسائل الإنتاج والمواد الخام التي تدخل في هذه الصناعات. واليوم افتتحنا هذا البازار حتى يتم تسويق منتجات النساء ويخرج لسوق العمل. المعارض الخاصة بالنساء في شبوة تسهم في تحسين المستوى المهاري لهن من خلال تبادل الخبرات المتنوعة، وتعزز قدرتهن على تسويق منتجاتهن التي تخدم البيئة المجتمعية، كما تشجعهن على تطوير مهاراتهن الإنتاجية لرفض السوق بمنتجات محلية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة. يشكو القائمون على مدارس الصم والبكم في تعز من إهمال الجهات الخاصة والمنظمات التي تتجاهل توفير احتياجات الطلاب رغم أهمية هذه الشريحة المجتمعية. نتعرف إلى جزء من المعاناة في هذا التقرير. بلغتهم الخاصة يردد هؤلاء الطلاب السلام الوطني في مدرسة الصمودي بمدينة تعز. تحركت أيديهم بدلا عن شفاههم المتوقفة منذ أن خرجوا إلى هذه الحياة. يحاول الطلاب الصمود في وجه التحديات التي تعصف بهم في بلد لم يعد يعطي الصم الاهتمام الذي يحتاجون إليه. مئات الطلاب وجدوا في هذه المدرسة مصدرهم الوحيد لتعلم الكتابة والقراءة من بين مئات المدارس في المحافظة. قد لدينا الآن في هذه السنة الموجودة 170 طالب موجودين معاقين سمعيا بالكامل. بدون تجهيزات أو أدوات تعليم خاصة بالصم والبكم، يحاول المعلمون تعليم هؤلاء الأطفال. ورغم كون المدرسة خاصة بالمعاقين سمعيا، إلا أنها تفتقر إلى أبسط الأدوات اللازمة لتعليمهم. الكادر الطوعي بالكامل، يعني ما فيش أي مدرسي تربويين ولا في أي رواتب ولا في أي حاجة، مفتقرين لأبسط الإمكانيات، يعني قدر نقول لك من كبيرها لصغيرها، من قرطاسية، من حمامات، من مساحة آمنة، يعني من ملعب للطلاب يعني يكون آمن، تشوف عندنا إحنا حتى الساحة غير مهيئة تماماً لأي حاجة. وتمثل هذه التحديات التي تعيشها المدرسة
عائقا أمام العملية التعليمية وتوفير بيئة تربوية مناسبة للطلاب. ووجهت إدارة المدرسة نداءات متكررة للمنظمات والجهات الرسمية لمعالجة الوضع في مدرسة الصمود وتوفير الأدوات والمعدات الكافية. نحن برضو مدرستنا مدرسة حكومية تتبع مكتب التربية، بس للأسف مكتب التربية ما مشتغل تماما، زي ما السلطة المحلية نفسها مشتغل تماما، تعتبر هذه مدرسة ما عادش لمدرسة مهملة من قبل الدولة ومن قبل مكتب التربية من قبل السلطة المحلية من قبل الجميع. حتى المنظمات زرت أكثر من منظمة وبمذكرات رسمية وكله، بس للأسف لم أجد أي إقبال من أي منظمة. أكثر من منظمة أروح لهم يقولوا إحنا ما ندعمش معاقين، يقول لي كذا صريح العبارة، إحنا ما ندعمش معاقين. ليش ما نشعر إيش السبب؟ وأمام الواقع الصعب الذي تواجهه فئة الصم والبكم في تعز، يضاعف الإهمال عزلة هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى تعليم مناسب ورعاية خاصة ليتمكنوا من الانخراط في المجتمع والتفاعل معه. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد، تعز. مشاهدينا الكرام، حصن بن ياسر من الحصون التاريخية يقع في مدينة حوف، بناه الشيخ غالب بن محمد بن ياسر المهري أحد أعلام المهرة والمنطقة عموما، ذاع صيته شرقا وغربا واشتهر بالرزانة والحكمة وخدمة المجتمع. الحصن يعد أحد الشواهد التاريخية على ما قدمه الشيخ في مسيرته الحافلة بالخير والعطاء. نتابع. يعد حصن بن ياسر التاريخي من الحصون القديمة والأثرية في مديرية حوف بمحافظة المهرة، سمي بهذا الاسم نسبة لقبيلة آل ياسر. يمتد عمره لأكثر من قرن، بني للدفاع عن المدينة وحراستها من جهة البحر. في مديرية حوف البوابة الشرقية لليمن، وأمام قصر الشيخ المرحوم بإذن الله غالب بن محمد بن ياسر، وهذا رمز الجميع. هذا القصر يعني من زمان كأيام السفن الشراعية وأيام ما في مواصلات كان يستقبل الناس كلها، لأنه ما في فنادق ولا في أي شيء، وهذا قصر حق الناس اللي يجوا يستضيفوا اللي من البحر واللي من البادية وأيام اللبان وأيام السفن الشراعية، فهذا هو موجود. حصن بن ياسر يعد قبلة لأهل المدينة في أفراحهم وملجأ لهم في أحزانهم. تم تجديد بنائه على نفقة الشيخ عوض بن ياسر الذي توفي قبل عام، مع استمرار العمل فيه على نفقة نجله، في مبادرة تدل على حرص أبناء المهرة على حفظ تراثهم وتاريخهم القديم. والمرحوم بإذن الله الشيخ عوض بن علي بن ياسر هو اللي يجدده، وذا الحين لا زال تحت الإنشاء. والشيخ عوض توفى، وذا الحين الدكتور غالب هو اللي قام بالمهمة، وإن شاء الله بإذن الله بنخليه إلى رمزية، وهو حتى للجميع، مش لحد، إذا في أفراح في أحزان في أي شيء الديوانية مفتوحة للجميع للمديرية كلها. وإحنا بالنسبة لنا هذا نعتبره رمز من رموز المهرة. يتكون الحصن من 4 طوابق وديوان كبير يجتمع فيه أبناء القبائل لتدارس قضاياهم وعقد الصلح بين المتنازعين، وسط دعوات للحفاظ عليه وعلى هويته التاريخية التي بني من أجلها. يعد حصن بن ياسر التاريخي بموقعه الاستراتيجي خط الدفاع الأول لمدينة حوف المطلة على البحر من جهة الجنوب، كما يعد مركزا تجاريا ومحطة لاستقبال البضائع وتصديرها إلى الهند وشرق أفريقيا ودول أخرى. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام أسبوع البلد. نشكر لكم طيب الإصغاء وحسن المتابعة، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة، أرق وأجمل وأطيب التحايا مني مقدم البرنامج وأيضا معد البرنامج الزميل سيف عبد الناصر وكافة الطاقم. في أمان الله.